السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حديثنا الليلة أيها الأحبة الكرام عن العنف الأسري وسبل علاجه. نلاحظ أنه من الظواهر الاجتماعية التي تنتشر بين الناس ظاهرة العنف، وهذه ليست جديدة، هي ظاهرة قديمة قدم الإنسانية. وكلما تقدم العصر كلما اشتدت ضغوطات الحياة اليومية، وكلما اتسع نطاق العنف داخل المجتمع. ونلاحظ بأن العنف صار يمتد إلى بعض الأسر، بعض الأسر تعاني من عنف داخلها بسبب التشنج الذي قد يقع فيه الزوج أو الزوجة أو أحد الأبناء أو أحد أفراد الأسرة. الخطورة أن العنف إذا تسرب إلى الأسرة هذا يشكل خطرا على المجتمع، لأن الأسرة هي الوحدة الاجتماعية الأساسية التي بها ينتظم المجتمع، واستقرار المجتمع مرهون باستقرار الأسر. فكلما رأينا أن في المجتمع اضطرابات وقلاقل نفهم بأن المشكل قادم من الأسر أولا. لهذا نريد معكم أيها الأحباب الكرام أن نناقش وإياكم معنى العنف الأسري وأسباب هذا العنف وأشكاله، ثم نقف عن السبل لمواجهته والقضاء عليه. ولا شك بأن الكثير من المستمعين والمستمعات عانوا داخل أسرهم من بعض من هذا النوع من العنف الأسري في مرحلة من مراحل الحياة الأسرية. العنف هو باختصار سلوك أو فعل يتسم بالعدوانية، صاحبه يشعر بعدوانية اتجاه الآخرين. وقد يستخدم العنف بطرق مختلفة، إما باليد وإما باللسان، وإما بأن يتسبب في إحداث أضرار مادية أو معنوية أو نفسية. ويشعر المرء بالعجز عن إيصال صوته للآخرين، يبقى في الغالب في طي الكتمان، ومن ثم يزداد أثره على النفس. نريد أن نتساءل ما هي الأسباب التي تؤدي بالإنسان إلى العنف داخل الأسرة، إما الزوج وإما الزوجة وإما أحد الأبناء. أول الأسباب المؤدية إلى العنف الأسري هي الدوافع الذاتية، هي دوافع تنبع من ذات الإنسان، إما لضغوطات نفسية، كأن يكون هذا الإنسان هو نفسه قد تعرض للعنف في طفولته، وأنه لم يستطع التكيف مع الوضع النفسي والاجتماعي السوي، وتتراكم عليه مجموعة كبيرة من الظروف والنوازع النفسية، ومن ثم يصير دون الشعور أنه صار عنيف، تجده يكره العنف، هو مسالم في أصله ومقتنع بأن يكون مسالم، لكن في لحظة من اللحظات لما يغضب يصير عنيفا وتمتد يده ويؤذي الآخرين أقرب الناس إليه. هذه دوافع ذاتية نفسية. هناك أيضا دوافع اقتصادية، في بعض الأسر يكثر العنف بسبب قلة الحاجة، فالفقر والبطالة يكون شديدا على بعض الأسر، نقصان المادة والنفقة
يضطر أنهم في نزاع دوما، في نقاش دوما، أريد شراء متاع فلاني، أريد نفقة كذا وكذا. فحينما لا يكون هناك قدرة مالية يكون هناك عنف، وأيضا نجد بأن المستوى المعيشي يكون ربما في غير المستوى المطلوب، فالإنسان يغضب، هل هذه حياة؟ هل هذا عيش كريم؟ هل هذا كذا كذا؟ فينشأ الصراع بين أفراد الأسرة. كذلك هنا دافع آخر، وهو دافع ثقافي، دافع يتمثل في أن بعض الناس متشبع بالعادات والتقاليد التي تربى عليها منذ الصغر. هناك أوساط معينة كتقول بأن الرجل ينبغي أن يتسم بقدر من الرجولة، فهو لكي يكون رجلا لابد أن يكون قويا ولابد أن يكون عنيفا. بعض الأوساط عندها عادات وتقاليد ينسقون وراء هذه الأفكار، ولو أنه مثقف، ولو أنه له مستوى دراسي رفيع عالي، ولكن بدافع الضغط الاجتماعي تجده يؤمن في قرارة نفسه أن الرجل لتحقيق الرجولة لابد أن يمارس نوعا من العنف على من حوله من أفراد الأسرة. كذلك نلاحظ من أهم الأسباب التي تؤدي إلى العنف داخل الأسر هو ضعف الوازع الديني وتدني المستوى الأخلاقي، لأن من عندهم وازع ديني وعندهم مراعاة للمستويات الأخلاقية يتنزهون عن الوقوع في العنف. عنده خاصية الصبر، عنده خاصية السلم، عنده خاصية المسامحة، لكن من كان عنده ضعف في الوازع الديني فإنه يكون أكثر الناس ربما مدفوعا للعنف. وكذلك من لم يكن له مستوى أخلاقي ولا يحترم القيم الأخلاقية، هذا العنف للأسف الشديد نجده ينتشر في بعض الأسر، ونسمع به في ردهات المحاكم لما يكون هناك طلبات بالطلاق، ويسأل القاضي، يسأل الزوجة عن أسباب الطلاق أو يسأل الزوج عن أسباب الطلاق، فيكون من أهم الأسباب أن كان هناك عنف متبادل وله ضحايا كثيرة. هذا العنف له أشكال وصور متعددة داخل الأسرة. إذا سألنا النساء التي تعرضن للعنف، أو سألنا الرجال الذين هم أيضا تعرضوا للعنف، وقد يكون من تعرض للعنف إما رجل وإما امرأة، وهناك الآباء والمسنون أيضا يتعرضون للعنف، وكذلك قد يتعرض الطفل الصغير للعنف، وقد يكون في سن التمدرس يتعرض للعنف أو مراهق، فكل هؤلاء قد يتعرضون للعنف ويترتب عليه ردود أفعال كثيرة. أهم أشكال وصور العنف هو العنف الجسدي، هذا هو الذي يظهر كثيرا ويمكن ملاحظته لأنه واضح، يكون إما بالضرب باليد، يكون هناك مشادات فيقع الضرب باليد، وإما قد يكون عن طريق الخنق، وقد يكون عن طريق العض في علامات تبقى في الجسد، وقد يكون عن طريق الحرق، هناك من يحرق بالسجائر، وهناك أيضا من يهدد بالسلاح، وهناك من يضرب بآلة حادة، هذا كله عنف جسدي يبقى واضحا وظاهرا في الجسد، فإذا وقعت شكايات فالمجني عليه يظهر له بأنه فعلا كان معنفا. لكن مقابل العنف الجسدي هناك ما يسمى بالعنف النفسي، وهذا يكون بإلحاق الأذى المعنوي في الإنسان أو تسبب له المعاناة النفسية، كأن ربما نتعامل مع الضحية بالإزدراء، أننا نحط من قدره، نزدريه أو نسخر منه ونهينه، أو ربما يكون العنف النفسي عن طريق الشتم والسباب، وقد يكون ربما من الحط من قيمة الإنسان وتشعره بالخجل وتدفعه بالانطواء وفقدان الثقة بالنفس. هذه كلها أنواع من العنف النفسي قد تقع على أحد أفراد الأسرة، إما على الزوجة في الغالب،
وقد يكون على الزوج وقد يكون على أحد الأولاد والبنات. ثم هناك بالإضافة إلى العنف الجسدي والعنف النفسي داخل الأسرة، هناك ما يسمى بالعنف الجنسي بين الأزواج، وهذا له أثر وخيم حينما يقع معاملة غير سوية بين الأزواج، وغالبا ما تبقى هذه في طي الكتمان لا يمكن الإفصاح عنها خوفا من الخجل وخوفا من القيل والقال، كأن يكون مثلا بالاتصال الجنسي المفروض تحت الإكراه بالغصب والإجبار، أو كان يكون يتخذ أشكال شادة منحرفة منهي عنها شرعا، أو غير ذلك من الأسباب. وهذه العلاقات العنيفة والمسيئة ربما تكون في بعض الأسر حسب فترات دورية، هناك من عندهم فترة معينة تبقى العلاقة تتشنج بين أفراد الأسرة، إما كتكون المرأة ربما عندها الحيض في الدورة الشهرية، وإما الرجل يكون مقطوع من السيجارة، أو ربما في نهاية الشهر لابد أن يدفع ربما فاتورة كذا وكذا، فهذا العنف يكون دوري بسبب ظروف معينة يقع فيها توتر ثم يتم الضغط ثم يقع العنف، وبعد أن تنتهي هذه الفترة الدورية تعود المصالحة والهدوء. هذا غالب عند بعض الأسر، يعني صار هذا الأمر أنه شأن عادي. هناك بعض الناس لا يعترفون بأن هناك عنف أو أنه يسيء للطرف الآخر، يعتبرون هذا من خصوصية الأسرة، فتجارب الخلافات العائلية تخرج على السيطرة، تكون لها فترة دورية فيعتبره أمر عادي جدا. أحيانا يكون العنف شديدا ولما ربما المرأة ربما تبشر بالحمل آنذاك يتوقف العنف، كثيرا ما يتوقف العنف لما يعلم الرجل بأن المرأة حامل وأنه إذا أذاها قد يؤذي الجنين. ولهذا نرى بعض النساء يحرصن على الحمل المتكرر، لأن كلما جاء الحمل سار الرجل أكثر وداعة وأقل عنفا، يخاف على زوجته ويخاف على الجنين الذي في بطنها، ومن ثم يبقى الأمر عاديا. نلاحظ بأن ضحايا العنف الأسري هم متعددين، فقد يكون العنف هو في الأصل ينتشر في كل طبقات المجتمع، لا نظن بأن العنف يكون في بعض الأسر الغير متدينة، حتى الأسر المتدينة عندها عنف بشكل أو بآخر، وأيضا لا نعتقد بأنه يكون في الأوساط الفقيرة، حتى الأوساط الغنية ربما يكون عندها نوع من العنف. فالعنف العائلي ظاهرة تنتشر في جميع طبقات المجتمع بغض النظر عن المستوى الاقتصادي أو عن المستوى الأخلاقي، وقد يكون المعنفون إما نساء وقد يكونون رجال وقد يكونون أطفال وقد يكونون كبار السن وقد يكونون خادمات، لكن الفئة الأكثر تعرض للعنف في الأسرة هي فئة النساء، فهناك بعض النساء يتعرضن للعنف بأسباب وأشكال مختلفة ومتعددة، حتى إن بعضهن يحتاج إلى الرعاية الصحية والنفسية لعلاج آثار هذا العنف. ولكن النساء بعض النساء حسب تقاليد وعادات أنهن يمتنعن عن الإفصاح عن هذا العنف، وأنها تقنع نفسها بأن عليها أن تصبر وعليها أن تحتسب، لأن هناك تقاليد عائلية في المجتمع تمنع المرأة من أن تشتكي فهي تصبر. كما أيضا هناك رجال يتعرضون للعنف بمختلف أشكاله، هناك رجال ربما قد يبتلى بمرأة قوية غضوبة شديدة اللهجة قد تعنفه وقد تسبب له آثار نفسية خطيرة جدا. أنا عن نفسي ياما التقيت مع رجال ولهم وضع اعتباري في المجتمع، لكن مع ذلك تجدهم معنفا
وهناك من يقوم بتسجيل عن طريق الفيديو كيف أن زوجته تعنفه لأنه لن يصدقه أحد، هو بمقامه ورفعته قد لا يصدقه أحد بأنه تعرض للعنف، ولكن قد يكون العنف شديد. هناك من اضطر إلى أن يصور هذه الحالات حتى تبقى كدليل يحمي به نفسه. لكن الرجل دائما يبقى رجل، لهذا الرجال عادة لا يعبرون عن هذا العنف الممارس عليهم لأن الخجل يمنعهم من ذلك. ومن علامات الرجال الذين يتعرضون للعنف تجده إما يصير عرضة لتعاطي الكحول أو المخدرات لأنه يريد أن ينسى. ففي الغالب إذا رأيت إنسان يتعاطى للكحول وإلى المخدرات وإلى المسكرات والمفترات بشكل شديد، اعلم بأنه ضحية، أنه لم يختر هذا الطريق، وإنما هو ضحية وضعية اجتماعية قاهرة فوق نفسه. ربما يصبر من أجل أولاده وبناته، ربما يصبر من أجل أن المرأة تعمل وتغطي نفقات في الأسرة في البيت، وربما لأسباب أخرى. المهم أنه يصبر، ولكي لا ربما يتعرض للنقد من طرف الناس فإنه يريد أن ينسى، وينسى عن طريق تناول الكحول والمخدرات وما شابه ذلك. نلاحظ كذلك بأن بعض كبار السن يعانون أيضا من التعنيف، قد يكون الأب مسنا أو الأم مسنة أو الجد أو الجدة أو أحد الأقارب الذي صار يسكن مع الأسرة وكبير السن وغير مرغوب فيه، وربما قد يتبول، وربما قد يسيء في ملابسه، ربما قد يطالب طعاما في وقت غير مناسب، فيتعرض للتعنيف سكوت، ويتعرض للضرب أحيانا. في الغالب تجد هؤلاء الرجال والنساء كبار السن يشعرون بتدهور الصحة العقلية والنفسية، تجدهم يعانون من الخوف الشديد ويعانون من الاكتئاب الحاد، ويظهر عليهم في حالة تبول متكرر. هؤلاء الله لهم، لأنهم يشعرون بأنهم في آخر أيام عمرهم، عوض أن يشعروا بالعناية والرعاية يشعرون وكأنهم في السجن مع السجان. وكما أن كبار السن يعانون من التعنيف، هناك أيضا بعض الأطفال الصغار يعانون أيضا من العنف الشديد، ربما الوالدان يخوفونهم ويعرضونهم للضرب إذا قاموا ببعض التشويش أو قاموا ببعض الأعمال، ربما تكسير بعض الأمتعة أو الألعاب. فهذا الطفل الصغير في العادة يعاني من خوف شديد. قد يكون الطفل صغير جدا في سن ما قبل المدرسة، إذا كان بقي قبل المدرسة في سن مبكرة تظهر عليه علامات العنف، وذلك كالتبول اللا إرادي، كتلقى الطفل الصغير يبول كثيرا وترى عنده ظاهرة مص الأصبع، هذا دليل لأنه معنف وما عنده إشباع عاطفي فيبرر ذلك بمص الأصبع، وتظهر عليه علامة القلق من خلال البكاء والأنين المستمر، دائما يبكي ودائما يئن، وإذا أراد أن يتكلم يشعر بعلامة الرعب. أول علامة الرعب هي التأتأة، أنه قبل أن يتكلم يتتأتأ، أو أنه يحاول الاختباء، كل من تكلم معه وجهه يحمر ويحاول الاختباء في أي مكان. وفي الغالب يعاني من اضطرابات في النوم الأطفال الصغار ما قبل سن التمدرس. أما إذا كانوا في سن التمدرس فهؤلاء الأطفال يصبحون أكثر انطوائية إذا تعرض للعنف وتعرض للشدائد. فنلاحظ أطفال هم نبغاء لكنهم في التحصيل العلمي يصيرون ضعفاء جدا. أول ملاحظات أنه لا يشارك في الأنشطة المدرسية، دائما يشعر بالخجل وبالتراجع إلى الوراء، حتى علاقاته مع أصدقائه محدودة جدا، ودائما يشتكي من الصداع، صداع الدماغ وآلام في المعدة، ديما عنده الشقيقة في الرأس وعنده المعدة يشعر بآلامها، وكل هذا من آثار العنف داخل الأسرة.
هذا إذا كان الطفل في سن المدرسة الابتدائي. أما إذا وصل إلى سن المراهقة فالطفل هنا يصير في وضعية كبيرة جدا، لأنه ربما يميل هو أيضا للعنف المضاد، فقد ينتمي إلى أصدقاء اللي هما فيهم سلوكات منحرفة، ربما قد يصير عدوانيا أكثر من اللازم، ربما قد يريد أن يجرب السجائر والمخدرات، وقد ينتمي إلى 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 جماعات شباب مراهق فيهم الفوضى وفيهم الصخب وربما الإجرام، وقد يكون العكس، يصير منعزلا مكتئبا ضعيفا لا يكلم أحدا ويظهر عليه الاكتئاب الشديد. فهؤلاء الذين يمارسون العنف هم يقومون بتحطيم الأسرة وتدمير بنيانها، وإذا صارت الأسرة هكذا فلبنة من لبنات المجتمع سوف تكون غير قادرة على مواجهة صعاب الحياة، وبالتالي إذا كثرت هذه الحالات في المجتمع فالمجتمع برمته يصير متصدعا ويحتاج إلى من ينقذه. البعض الآخر يقول أنا لا أستعمل العنف سلوكا متعمدا ولكن أستعمله بدون قصد، ربما عندي ضغوطات نفسية، وفي الغالب يقول أنه لم يستطع التأقلم مع محيطه ومع ذويه. فلا بد للإنسان، أحسن طريقة لكي نواجه العنف أن نعلم الإنسان كيف يتأقلم مع وسطه ويتأقلم مع أفراد أسرته وذويه. فالحلول لمواجهة العنف الأسري أو على الأقل تقليله أو الحد منه، لابد أن نسعى لنشر الوعي الأسري وأهمية التوافق والتفاهم بين الزوجين وبين الوالدين، وأن يتعلم الوالدان استخدام أساليب التنشئة الاجتماعية السليمة في نمو أطفالهم. ولابد من نشر ثقافة الحوار داخل الأسرة، لأن هذا أسلوب حضاري، وأن نشيع داخل الأسرة روح المودة والتفاهم والوئام، وأن ننسى الماضي، دفن الماضي، لأن البعض يبقى يشجر الماضي بكل مشاكله وهمومه فيقع الغضب ويقع الصراع. ننسى الماضي، نبدأ صفحة جديدة. كذلك من أسباب تفادي العنف وهو أن نعمل على تحسين الظروف المعيشية للأسر، خصوصا ممن يعانون من الفقر، لابد من العمل على توفير فرص عمل للشباب، لابد من توسيع نطاق الخدمات داخل المجتمع، لابد من إيجاد السكن المناسب للأسرة، لابد من ضمان التغطية الصحية للكبار السن. كل ما يتعلق بتحسين الظروف المعيشية الاقتصادية للأسرة يكون سببا في الإقلال من وجود العنف داخل بعض الأوساط. كذلك لابد من برامج داخل القنوات الإعلامية لندوات التوعية وملتقيات ثقافية تنويرية تكون هدفها هو التوجيه والإرشاد، يشارك فيها إخصائيين اجتماعيين ونفسيين، وكذلك يكون حضورهم قويا في المدارس والمؤسسات التعليمية، وأيضا خطاب الجمعة في المساجد أيضا يكون مؤثر جدا، ينبه ويوعي ويعطي إشارات واضحة لتفادي هذا العنف. وبذلك يمكن إذا تجاوزنا العنف أن نمكن هذه الأسرة ونسلحها بعوامل النجاح، ونمكنها من الرعاية الناجحة لأبنائها في بيئة صحيحة وصحية تأخذ على عاتقها تنمية قدراتهم ومهاراتهم، وبالتالي نحصل على أسرة مستقرة، أسرة ناجحة، ثم يكون المجتمع بكامله برمته ناجحا. هذا ما نسعى إليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في كل الأسر وأن يحفظهم من الزلل ومن الغضب. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.